السلام عليكم جميعا. اليوم ان شاء الله راح نحضروا معكم شاورما بخبز الصاج. راح نحضروا معكم خبز الصاج اللي كنحضروا به شاورما في المنزل، اللي هو خبز الصاج، يعني نحضروه جاهز في المنزل. ان شاء الله راح نحضروه معكم، وراح نحضروا معكم الصلصة اللي تابعة للشاورما، اللي هي المتومة على الطريقة المطاعم. ان شاء الله راح تشوفوا معنا الوصفة، ونتمنى تستفدوا. في البداية راح نحضروا معكم من جديد الشاورما اللي عندي في القناة، راح نعودوها معكم بهذا الشكل. عندنا زيت وثوم وملح وبهارات السبع، اللي هي بهارات الشاورما الدجاج، وعندنا 4 فصوص من الثوم، وعندنا جنجبير سنجبير أو بودرة الجنجبير عفوا، وعندنا زبادي. راح نحطو القياس اللي راح ينفع معكم، يعني القياس اللي راح ديال الدجاج عندكم، اللي راح يكفيكم للدجاج ديال الدجاج. شدينا واحد 4 صدور دجاج، قطعناهم شرائح طويلة، وغسلناهم، نقعناهم في الخل، وبعد ما خليناهم 4 ساعة، ربع ساعة يعني، تخليهم يترقدوا على انهم يتحيد منهم الزفار، وبعدين تغسلونهم تنشفونهم وتقطعون، او بعد ما قطعتوهم تخليهم ينشفوا، وراح نضيفوهم بعد ما نخلطوا التتبيلة تبعنا اللي شفتوها اللي احنا حضرنا معاكم. انا راهم مغسولين ومنشفين، وحطيتهم على تبعت بعد ما حركنا الكل مع بعض، نحطو معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وتخلو غطو وخلوه جانبا لمدة كافية لغاية ما تحمو المرحلة. حطو فيها زيت الذرة وطيبو نصف، يعني هاد كيف ما شفتو معانا، راح تعملو شوية في مقلات وتخلوها تتحمر، وبعدين تشيلونها وتحطو النصف التاني. هاد الأثناء راح نحطو معاكم العجين الصاج أو خبز الصاج. حطينا 2 كواب عفوا من الدقيق الأبيض، حطينا ملح وماء دافي، وراح نعجن العجين وتكون شوية خفيفة، مش قاسية يعني، مش قاسحة، وتغطونها وتخليوها ترتاح. ومن بعد تقسموا العجين على جزئين، وراح تشوفوا الكمالة الطريقة. هنا بعد ما عجناها خليناها، راح نغطوها ونخليوها ترتاح. انا بعد ما ارتاحت العجين عندنا كيف ما شفتوا، راح نقسموها على نصفين. فهاد الاثناء راح نحطوا معاكم المتومة. عندنا 2 فصوص بيض، عفوا عندنا 2 ابيض بيض، ابيض البيض، ما نحطوش الاصفر، بس الابيض. 2 بياض بيض، وثلاثة او 2 حبات ثوم على حسب الرغبة، وملح وملعقة من الخل ابيض، وزيت. نضرب كل شيء في طراب كهربائي، يعني نطحن الكل لغاية ما تصير عندنا كريمة جاهزة للأكل. هنا عملت الزيت الكافي، زيت المائدة او زيت الذرة. ضروري تكون عندكم هاد المتومة، واللي ما يبغيش بهاد الطريقة اصفر بيض، بس هذه طريقة المطاعم، مرة تجي طيبة يعني وسريعة، يعني ما تحتاج لها وقت كتير. بعد ما شفتوا طربناها راح تصير قاسية قاصحة، العجين متماسكة، عفوا الصلصة او الصوص متماسكة. حطينا ملعقة من الخل الابيض، وراح نكمل بالطحن لغاية ما تصير عندنا الكريمة جاهزة، ونخليوها جانبا. في هاد اللحظات راح نطلق العجين، قسمتها نصفين، وراح نطلقها تصير ورقة. وعندنا مقلات اللي بنقلي فيها البطاطا او الفريت، نقلبها على تكون مغسلة، وتحطوها نهوجها تحت، وتكون حامية جدا. وبعد ما تطلق العجين تصير على ورقة، تحطونها فوق الصاج،
تستمر حتى تصير العجين رقيقه، ما تكونش غليظه. ما بغيتش باش سرعت الفيديو عشان ما يكونش طويل. تستمر حتى تطلقوا العجين، والعجين مره ناعمه. يعني فعود ما الانسان ما يبغي يشتري خبز شاورما ولازم بيكون بس في المتاجر الكبرى، فهاد الأثناء حطينا المقلاة بعد ما غسلناها على وجهها تحت، وبعد ما هي حارة وطلقت العجين مرة صار كده ورقة واحدة، حطيتها على الصاج. وعلى فكرة لما تستوي عندكم العجين لازم تحطونها في منديل عشان ما تصير يابسة، لازم تكون كده متغطية متدفية عشان تقعد طرية، لما تيجي وتحشيوها تكون كويسة. راح نستمر يعني حطيت الأولى، أنا حطيت 2 قطع من العجين تصير تكون كده شاورما بريستيج كده، واحدة كبيرة وتقطعونها يعني إذا عندكم ضيوف أو شيء، ما تكونش كده كبيرة زي ما شفناها المعتادة. لما نحس بالعجين طابت كيف ما شفتوا راح نقلبها، وبعدين نشوف الأطراف لازم تستوي تكون مستوية. هنا بعد ما طابت راح نخليه شويه الاطراف يستوي، ما يقعدوش عندنا كده نيه، لازم يستوي الاطراف. زي ما قلت لكم لما تشيلونها من فوق الصاج العجين لازم تحطونها في منديل تتغطى وتدفى عشان ما تصير يابسه، وتستمر. والعجين الثاني راح تطلقونها زي هذه، ومره هذا العجين في البيت احسن من بتبعه الشارع، يعني احسن من تبعت برا، يعني تعرفوني ايش بتاكلون. وزي ما قلت لكم نحمي ونكونوا قلينا طبعا البطاطا اللي راح نحشيها مع اللحم جوة الشاورما او جوة الخبز الساج، وخل خيار عفوا مخلل مقطع شرائح. هنا بعد ما سوينا الثانية، يعني أي خبز تحبون تسووا به كده ساندويتشات، خبز الساج هذا ما كاينش ما أحسن منه يعني، وبيجي طيب يعني أحسن. وبعد ما الدجاج عندنا المتبل راح زي ما قلت لكم حطوا شوية زيت في المقلاة وضيفوا النص الجزء الأول وحمروه ويطيب عندكم، شيلوه حطوا الجزء الثاني حتى تخلصوا قطع الدجاج اللي عندكم متبلة اللي هي قطع الشاورما. ولما يصير عندنا الصاج جاهز راح تشوفوا، يعني بعد ما نقطعوا الخيار مخلل وانتوا اللي حبيتوا إضافات انتوا حرين، لكن هاك كده تيجي مرة طيبة بالمتومة، يعني الصلصة المتومة اللي بيستعملوها في المطاعم، هذا سر الشاورمات اللي بتكون في المطاعم حلوة ولذيذة. ونستمر حتى نخلص الكمية اللي عندنا. زي ما قلت لكم لما تحسوا بيها طابت من الوسط حطوها على جانبا عشان الأطراف يتحمسون ما يقعدوا شوية نيين. ولما تيجي وتحشي الدجاج أو الشاورما حطوا الوجه اللي انتوا بتشوفوه محمر حطوه جوا، واللي أبيض خلوه من برا. وراحنا حطينا 2 شاورمات كبار ويتقطعوا كده زي ما بتشوفون في المطاعم أحسن كده، بيجوا مرتبين قطع صغيرة يعني.
وراح نستمر حتى نخلص. هنا بعد ما شاء الله خلصنا العجين كده كيف ما شفتوا مورقين، والعجينة مرة خفيفة شفتوا، ولما تحطوها في منديل بتصير كده طرية. راح نحط عليها صلصة المتومة، وبعدين نحط البطاطس، وبعدين دجاج، وبعدين راح نحط المخلل الخيار، وأي إضافات انتم تحبوا تحطوها حطوها. تحشون الخبز الصاج زين، وزي ما قلت لكم تكون عندكم مقلاة صاج اللي هي بتكون كده مدورة، ودهنوها شوية بزيت مائدة وتكون حامية، وحطوا عليها الشاورما عشان تتحمر. هنا ما شاء الله لما طيبنا القطع الدجاج الشاورما كانت محمصة زي ما شفتوا. لا تحطوا الكمية كلها في مقلات، وخلوا النار عالية لما تحطوها عشان ما يصير معكم موية. وقطع الخيار المخلل وتلفونها على نفسها وتحشون التانية. وإذا تحبوا تضيفون البصل أو شيء أنتو حرين. راح نلف الخبز ديالنا مع المحشية، وبعدين راح نشيل الأطراف، مو نكمل الخبز حتى للآخر عشان ما يصير عندنا كتير من العجين، يعني من الخبز كده تكون خفيفة. راح نشيل، شلت الأطراف الزايدة وخليتها كده، وحتى لو كان الجوانب كده فارغين بنشيلوهم. وراح نكمل، جبت واحدة تانية. وسلطة المتومة مرة طيبة مع خبز الساج، جربوها إن شاء الله راح تعجبكم الوصفة. وبعد ما حطينا البطاطس اللي عندنا مقلية وكملنا بالمخلل، حطينا الدجاج اللي فضل معانا. وهنا زي ما قلت لكم حطيت، دهنت الخبز، عفوا دهنت الأرضيات المقلة، وحطيت عليها شاورمات. وإذا حبيتوا تقلونها بشيء ممكن، بس لا تغطونها، تقلوها عشان تتحمص، لكن راح تتحمر في جميع الحالات. وقطعوها زي ما تحبوا انتو، يعني ممكن تقطعونها قطع كبيرة أو قطع زي ما بتشوفوا عندنا في الصحن، يعني انتو حرين. يعني أنا بس شاركت معكم خبز الساج وصلصة المتومة. الفيديو شوية طويل لكن يستحق المشاهدة. خليتها تتحمر كويس من تحت، وبعدين راح نلفها في المقلة حتى تصير كلها محمرة، والأطراف عندنا اللي بيضة تصير محمصة، يعني محمرة.
بعد ما تتحمر راح نقطع زي ما قلت لكم، قطعوا انتم القطع اللي تناسبكم. وهنا بعد ما قطعناه على هذا الشكل، صحة وعافية. صحابني كنصور وانا واقفة على الخاوي. رافقنا الشاورما مع البطاطا المرشوشة بالثوم والمعدنوس والصلصة المثومة. لا تنسوا الاشتراك واللايك.